أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.